التقى نائب مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج البحصني بالعاصمة السعودية الرياض القائدين الوطنيين المناضلين اللواءين محمود الصبيحي وفيصل رجب، وأهنى اللواء البحصني اللواءين الصبيحي ورجب بالإفراج عنه من سجون الميليشيات الحوثية بعد اعتقالهم خلف القضبان لمدة 8 أعوام. وأثنى اللواء البحصني على صبر وثبات المناضلين الصبيحي ورجب وصمودهما في وجه الميليشيات الحوثية، مبديا حرص المجلس الرئاسي على تقديم كافة الدعم والرعاية لهما، كما جدد حرص المجلس على استكمال الخطوات للإفراج عن باقي المحتجزين في سجون الميليشيات الحوثية وخصوصا المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.